السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ احنا حكينا بانه هنا هذا اللي هو التوتال انسولابل واخذنا كل المعلومات اللي عنه. طبعا بدي اياكم تعرفوا كم من شغلة. هون احنا حكينا ليكويد، هون من سوليد من A وليكويد، هون سوليد من B وليكويد، هون سوليد وبتيجي هون سوليد من A ويوتكتك، هون سوليد من B ويوتكتك، وهون بالضبط اليوتكتك. هسه هون احنا حكينا كل المنطقة اللي فوق ليكويد وعرفنا السوليد الليكويد سلايم، هون حكينا سوليد وهذا اللايم نسميه سوليدس وكل اللي تحته سوليد. بدي اياك تعرف انه في المنطقة هاي، ماشي، في المنطقة هاي احنا حكينا شو ليكويد وسوليد، صح؟ بيكون شكلها زي الباست ستيج، بمعنى انه هي اشبه الى العجينة. طب الان احنا السوليد انسولابيلتي بمعنى ايش؟ السوليد السوليد انسولابيلتي اللي فوق اخذناه بمعنى انه الماتيريال ما ذابت ابدا في بعض. الان بدنا ناخذ السوليد سولابيلتي. السوليد سولابيلتي بيجي شكله بهذا الشكل، ماشي. لو اطلعنا قديش في عندي فيز فيلد، هي واحد هي اثنين هي ثلاث كفيزز عندي، راح يكون ليكويد وسوليد بس. فاذا تو فيزز هون راح يكون عندي وثري فيز فيلد وثري فيز فيلد. طبعا زي ما احنا عرفنا بانه احنا الماتيريال بتقل بهذا الشكل. طبعا انا هون جايني سؤال حاكي لي عند 1100 سيليسيوس، عند 1100 سيليسيوس يعني تقريبا هون بالضبط 1100 سيليسيوس، وعند كومبوزيشن 60. طبعا احنا بنحكي هاي الماتيريال الان اي بدها تقل زي هيك، فاذا هون راح تكون 100 هي هون 60، بنعمل يعني بروجكشن فبتطلع النقطة هون. شو طبيعة المادة بسألني؟ احنا اتفقنا بانه هون راح يكون ليكويد، هون راح يكون ليكويد وسوليد، وهون سوليد، فاذا الماتيريال راح تكون سوليد. فبكل بساطة هذا هو الجواب. عند 1250 سيليسيوس، عند 1250 سيليسيوس راح يقول لي وين ال 1250؟ يعني تقريبا 1250 هون، ماشي. وبيقول لي عند 35، فال 35 هون، فالماتيريال راح تكون ليكويد وسوليد. طبعا هون بس اللي بدي اياك تعرفه انه هاي هون راح تكون ليكويد، هذا راح يكون سوليد، هذا راح يكون ليكويد وسوليد. هاي الرسمه هي رسمه التوتال سولابل، اللي فوقها توتال انسولابل. وهسه راح ناخذ البارشلي. طبعا زي ما حكيت لك هنا ليكويد، هنا ليكويد وسوليد، وهنا سوليد. هذا هو الليكويد لاين، هذا هو السوليد لاين، تمام. هذا هو الليكويد لاين وهذا هو السوليد لاين. طيب لو سألتك انا هنا بالنسبة للان اي، هي هالان اي، لو سألتك شو السوليد تمبرتشر للان اي، فهي السوليد تمبرتشر. شو الليكويد تمبرتشر؟ هي النقطة هاي والنقطة هاي. طيب الآن بدنا نكمل، الآن بدنا ناخذ البارشل سوليد انسولابيلتي. أخذنا التوتال انسولابيلتي بأنه تكون المادة مش ذايبة أبدا في بعض، أخذنا اللي هي التوتال سولابيلتي، والآن بدنا ناخذ البارشل سوليد سولابيلتي بأنه جزء يذوب وجزء ما بيذوبش. طيب أول إشي بدنا نتعرف على مجموعة من اللاينز المهمة. بحكي لي اللاين AEB، اللاين AEB اللي هو هذا اللاين. أول شيء خلينا نتعرف على المناطق. طبعا هذا هو ألفا، هذا راح يكون إحنا بنرمز له بألفا، مادة سوليد ألفا، وهاي المادة راح تكون بيتا. قلنا بيتا كل ما نتجه هيك راح تقل، وألفا كل ما نتجه هيك راح تقل، ماشي. الآن هذه هي الميلتنج تمبرتشر، وهذه هي الميلتنج تمبرتشر لا A و B، الألفا وبيتا، ماشي. طيب الآن الميلتينج أو الفريزينج تيمبريتشر، أيضا إحنا هون عندنا هاي المنطقة هي ألفا، هذه المنطقة هي بيتا، تمام. هسا هون إحنا عندنا ليكويد، هون إحنا عندنا ليكويد، وهون راح يكون خليط، ماشي. هون راح يكون خليط. اللي بدي اياك تفهمه هنا راح يكون مثلا نفس هناك، نفس فوق الفا ويوتكتك، احنا كنا نحكي ايه ويوتكتك، هنا بيتا ويوتكتك، وهنا بالضبط راح يكون يوتكتك نفس اللي حكيناه فوق. اللي بدي اياك تفهمه هاي المنطقة مش محصورة ما بين ليكويد وسوليد وسوليد الفا، فهي ليكويد والفا، هاي محصورة المنطقة ما بين ليكويد وبيتا، فبنحكي ليكويد وبيتا، انتهى. هاي عرفنا كل المناطق. طيب الان الليكويد سلاين والسوليد سلاين، الليكويد سلاين والسوليد سلاين بيفصلوا الليكويد والسوليد عن المناطق الاخرى، ماشي. فهون احنا بنحكي بانه هذا هو الليكويد سلاين من الاي
الى الاي الى البي، كل شيء فوقه ليكويد. هسه هون هي في ليكويد وسوليد، هون في ليكويد وسوليد، وهون في سوليد. فاذا كل شيء فوقه ليكويد. طب وين السوليدس لاين؟ بحكي لي السوليدس لاين هو عباره عن الاي، خلينا نمسح هاي، الاي من هون ببلش سي اي دي وخط البيت اللي هو بي. فكل اشي تحت سوليد، هي فعليا الفا، هي هون بيتا، هي هون الالفا وبيتا واليوتكتك، تمام. الان هون الاف سي هذا اللاين، ايوه هذا اللاين الاف سي، بنسميه السوليفاس لاين. السوليفاس لاين لمين؟ هنا الالفا، فهو السوليفانس لاين لما احنا بنحط من بيتا على الفا، لانه هيك احنا رح نمشي، ففعليا احنا بنحط من بيتا على الفا. وهذا اللاين احنا بنسميه هذا اللاين سوليفاس لاين لبيتا، لما احنا نحط من بنحط عندنا بيتا بنحط عليها الفا، تمام، عندنا بيتا ونحط عليها الفا. طبعا بدي احكي لكم شغله، احنا حكينا بانه التمبرشر بده يقل، صح ولا لا؟ لما بنضيف هذا التمبرشر بده يقل. احنا نلاحظ انه هنا في نقطتين بدي اعرفهم، هنا هاي اقل تمبرشر وهاي اعلى تمبرشر ممكن توصل له الماده لما نضيف عليها بيتا اللي هي الماده الفا. هنا هذا اقل تمبرشر وهذا اعلى تمبرشر لما احنا نضيف الماده من بيتا نضيف عليها الفا. فممكن لو يطلبني الماكسيمم تمبرشر، هذا هو الماكسيمم تمبرشر للبي، هذا هو المينيمم، وهون كذلك الامر، هون كذلك الامر. طبعا هو هون حكي لي بانه اللاين اف سي بيمثل لي السولابيلتي للاس ان، اللي هي هون هيو شايف معطيني هون انه الاس ان 100، ماشي. الاس ان لما انا بضيف عليها ايش؟ بي بي. طيب الان طبعا هو هون بحكي لي يا جماعه، بس بدي احكي عن شغله انا عشان ما تخربطوش فيها. هنا بحكي لي لما انا ذائبيه الاس ان لما انا بحطه وين؟ في البي بي. يعني هون بس خلنا اشطب هاي لان انا كتبت في الماوس، بدي اكتب في القلم. الاس ان لما انا بضيفه على البي بي، وفعليا احنا هون راح يكون البي بي 100، تمام. فاحنا لما نضيف عليه الاس ان، فاحنا فعليا بنقيس ذائبيه الاس ان في البي بي، تمام تمام. ولكن هي الفكره، بس اعرفوا شو هو الليكويدس لاين، هيو السوليدس لاين، هيو ماشي. وال شو هو السوليفاس لاين؟ هذا السوليفاس لاين لما نضيف اس ان على البي بي بقيس لي انه قديش ذائبيه الاس ان في البي بي. وهذا السوليفاس لاين لما احنا نضيف بي بي على الاس ان، طيب، او الفا على بيتا. طيب الان زي ما احنا اتفقنا بانه هاي المنطقه هي ليكويد، هاي المنطقة هي ألفا، هاي ألفا وليكويد، هاي بيتا، هاي بيتا وليكويد. هنا راح يكون ألفا ويوتكتك، وهنا ألفا بيتا ويوتكتك، وعند النقطة هاي بالضبط هو اليوتكتك. طيب الآن ايش حاطط اللي هو ألفا وبيتا؟ ليش؟ لأنه فعليا الألفا زائد اليوتكتك، اليوتكتك هو عبارة عن ألفا وبيتا، ماشي؟ فبتصير ألفا زائد بيتا، يعني نفس الفكرة، تمام؟ فالمنطقة هاي بنقدر نحكي إنها كاملة ألفا وبيتا، وعند النقطة هاي بالضبط راح تكون يوتكتك. طيب بهمني هون تعرف قديش في عندنا فيز. عندنا الليكويد، عندنا الالفا، وعندنا البيتا، نفس التوتال انسولابل يعني الفيزز 3 فيز، وعندنا فيز فيلد 1 2 3 4 5 6 6 فيز فيلد. طيب الان احنا هون في عندنا نقطة نسميها هايبويوتكتيك، ماشي، اللي هي هاي، هاي نقطة، ماشي، هاي النقطة نسميها هايبويوتكتيك. في هيها هيها هاي النقطة بالضبط. في عندنا إشي اسمه هايبويوتكتيك وهايبريوتكتيك، ماشي. هسا بتلاحظوا إنه بعد الهايبريوتكتيك، يعني بعد الهايبريوتكتيك من هنا، هذا الهايبريوتكتيك وهذه الهايبويوتكتيك، يعني تحتها بنسميه هايبويوتكتيك وفوقها هايبريوتكتيك ابر يوتكتيك، زي انت عرفت كانه بيحكي لك ابر. فلما احنا نطلع لقدام هاي هايبر يوتكتيك راح تكون الاكثر من بيتا، ولما احنا نيجي هيك على الهايبر يوتكتيك راح يكون الاكثر من الفا، راح يكون الاكثر من الفا. طبعا عند النقطه هاي بالضبط شو راح يكون هون؟
هون راح يكون عبارة عن ايش؟ هون بالضبط راح يكون عبارة عن اليوتكتك اللي يجي بشكله بهذا الشكل زي اللايرز او اللاميلر. طيب اذا هيك امورنا تمام، يعني هذه اغلب المعلومات، بالزايد كمان احنا شرحنا بزيادة. طبعا هون يا جماعة ايش اسمه ليفر رول، ماشي ليفر رول، كيف انا بقدر احسب نسبة قديش يعني في عندنا الفا وبيتا، ولكن هذا الموضوع صراحة الدكتور ما شرحه، فانا راح اشرحه بملف اضافي للي حاب يدرس الليفر رول. يعطيكم الف عافية يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.